صباح الخير، مرحبا. اليوم راح ندير تسمى الاولاد الغداء بطاطا في الفرن هكا مقليه. قلت نعطيكم الوصفه بالزربه هكا خاطر كل شيء واجد، يعني تقدروا ديروها خير ما ديروا بفريت هكاك بالبيض. اعطيكم فكره هذه، وكاش ما عندكم بواقي تاع حوايج هكا تلموهم فيها. اولا دهنت البلاطو تاعي ودرت له شويه خبز وحطيت بطاطس مقليه، كل وحده دير على حساب واش عندها العيله. يعني عندنا هنايا طبعا هذاك حبة تاع هذاك اللي بقى لي تاع كرة البيتزا، ها هو حشو تاع دجاج، وبقات لي صوص درت هذوك المرة تاني في غراتان، بصلة وطماطم كل شيء مرحيته عادي، بصلة صوص طماط بالبصل. هنايا يعني نحطوا هذا اللحم تاعنا، تحبوا تخلطوا كل شيء، تحبوا توزعوه هكا برك كيما نقولوا، خلطوا لاصوص ستار، نخلطوا لاصوص مع هذيك ولا نوزعوا. كم نوزع هذه؟ هنا عندنا لاصوص هذيك اللي قلنا تاعنا، اللي ما عندهاش دير غير ديرها بيضه كيما معدنوس وبصل. دوك نعطي لكم بصل قليتو يجي بنين، طافو روعه. البصل مع البيض وحده يجي هايل، تقلي البصل هاك في المقله ذبليه مع سنينات ثوم وتقصري عليهم حبيبات بيض، صدقيني عشاء ولا كا صحي خفيف هايل. ها هي شوفي، يعني اعطيك فكره برك، تقدري ما ديريش لي صوص هذا، هما يبنوا يعني، ولا قادري يبقى لك حتى انتي شوي حشو وهكا استغليه، يا معجنات يا زيدي عليه وديريه معجنات، ولا ديري هذا الفكره. ها هي تاع البيض والبطاطس وديريها غدا لولادك. ها هي كمل، شوفوا البنات نحلوا من الاحسن بطاطا هكا، ولا البيض صبوا، انا نسيت، صبوا البيض تاعكم على البطاطا نص الكميه على البطاطا الاول ونص خلوها حتشي. انا هنايا راح ندير البيضات تاوعي، ها هم راح نزيد عليهم شويه حليب ونزيدوا الملح فلفل اسود، تحلوا برك هاك الفراغات ها كيما هكا، حتى شي راح يتغطى كامل هكا باش يدخل لكم البيض. هي من الاحسن ديروا قبل، يعني انا ما عرف ندير هكا كنسيتك تعرفوا، يعني ساعات الواحد ينسى هذه الدنيا هكا هكا. ونحطوا نصف الكميه تاعنا، بسم الله. ها هي حطيت شويه ملح شويه حليب شويه باي الاخر فلفل اسود. ها هي شوفوا البصل تاعنا قليناه، حطوه حتشي. دوك نحط البيض ونحل هكا البطاطا ونحط الداخل، يعني نورمال. ها شوفوا يجي البصل روعه مكرمل كيما هكا مع سنينات ثوم، ها هو جيكم بنينه هذه الكراتان. تحبوا تزيدوا الفرماج؟ هاو البيض نصبوه، دوك نفتحوا بالفرشات بركو يدخل كل شيء. ها هي هكا يتغلغل الداخل، ها تحبوا ديروها خلوطه كامله في الصحن وتصبوها ثاني عادي يا البنات نورمال. المهم في الاخر تحصلوا على حاجه بنينه، ها هي كيما هكا يعني مستفه عادي معدوله. ها هي دوك البيض هذاك يتغلغل داخل بشويه هكا برك، فرشات ولا بسكين، ها هو ها هو كيما هكا، ها يدخل لنا في كل اتجاهات. نكمل انا ندخله كيما هكا. ها هي تحبوا ديروا عصره ليمون هكا، رشيشة ملح هكا عشان نعدلو الذوق تاعها تجي بنينه، شويه فلفل اسود، ها هو شويه فلفل. هاي هكا ونورمال البنات، حتى يدخلت البيض لداخل عادي ما تقلقوش، حتى اللي كان ما حطيتوش مع البطاطا شوي عادي، ها نورمال. ها هو شوفوا ما احلاه، تقدروا غير تنحيوا هذاك اللحم، انا يسمى كيقعد لي قلت باه تجيهم بنينه، تقدروا ديروا غير البصل المعدنوس كيما هكا، شكشوكه بطاطا وديروها، واللي عندها لحم دير تجي احسن واحسن. والفرماج طبعا انا ما عنديش، لا جاو درك درك نحط لها باش يشريو لي، لا ما جاوش نورمال نحطوها في الفرن حتى طيب وخلاص. تعرفوا يعني كل شيء طايب واجد، فقط حبيت نعطي لكم يعني فكره اللي حاب تستفاد، نحطوها في الفرن طيب ونقطعوها مربعات وياكلوها بصحه ولهنا ان شاء الله. هذه هي، حبيت برك اشارككم في الفكره.
هاي البطاطا تاعنا في الفرن بالبصل والبيض، شوفوا جات ما شاء الله واقتصادية. هذه هاي طابت تحمرت، والبصل هذا كيجي بنين مع الكرمالة تاعو هذيك. هاي البطاطس تاعنا، بطاطا بالبصل والبيض بقدونس. فكرة باش ديروها يعني، يكون يبقاو لكم هكا بقايا تلموهم، وفي نفس الوقت مغذية وبنينة وكل شيء. ها هي طيبة كيف من كيما يقولوا البيض يحكمها. شوفوا البصل، ها البصل جاهي مكرمل. هذه هي، جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم، راهي مليحة وبنينة. باي باي.